الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الحادية عشرة: أن في هذه الأحاديث دليلا على كمال رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث شرع لهم تأخير أكلة السحر إلى قبيل ابتداء وقت الصوم، لأنه كان يرقب الأرفق بأمته والأحفظ لصحتها والأمنع لدرك المشقة عنها. فلم يعطل صلى الله عليه وسلم أكلة السحر مطلقة، ولم يقدمها حتى يفوت المقصود منها، بل شرعها وشرع تأخيرها ليتحقق للأمة المصلحتان: الشبع بتشريع أصل الأكل، وبقاء الشبع أطول من وقت ممكن بتشريع تأخيره، لأنه لو شرعه في أول الليل لهضم قبل ابتداء وقت الصوم، فيجوع الصائم في ابتداء الصباح. فالرحمة في أكلة السحر من وجهين: من وجه أصل تشريعه، ومن وجه أصل تأخيره.